عاصفة ترابية غطت سماء مدينة البصرة وتسببت بانعدام الرؤية ببعض مناطق المحافظة. مواطنون طالبوا بضرورة زيادة المساحات الخضراء لأنها تساهم بخفض درجات الحرارة وصد العواصف الترابية. احنا نطالب وخاصة الحكومة المحلية وخاصة بالبصرة، واحنا كما شفنا الحرب العراقية الإيرانية قللت من الأماكن الخضراء بقلع النخيل وقلع هذا، مما قلل من الأماكن الخضراء. فنطالب الحكومة وخاصة محافظة البصرة بزيادة زراعة الأشجار وزيادة الحدائق وزراعة الأماكن الفارغة، مساحات خضراء يعني حدائق تنقني. يعني اليوم والله العظيم يعني أكو ناس ماتت والله بالمستشفيات، الله شاهد. يعني هذا الكبير يموت، لا عنده تنق ولا عنده شيء يموت. أيوة. هذه العواصف الترابية التي اجتاحت المحافظة تذكرهم بحديث المسؤولين المتكرر بين عاصفة وأخرى بأهمية إنشاء الحزام الأخضر، ومع انتهائها لا يتحقق حرف واحد من كلامهم. أما مستشفيات البصرة ازدحمت بحالات الاختناق، بالإضافة إلى انفصال خطوط نقل الطاقة الكهربائية. أي والله الحزام يعني هذا الأخضر لو موجود يعني أهمية شوية من البلدية مكان، يعني أهم الشوارع تعبانة وهم حزام أخضر ماكو. يعني لو حزام أخضر سيحمي المدينة من العواصف ومن التراب وحماية التربة هم بنفس الوقت، يعني بهاي أمور إيجابية للمدينة وحتى يعني للرؤية، هم يحجب التراب والعواصف حتى النفايات هم يعزلها عن الشوارع والمدينة. احنا هذا الشيء سمعناه أكثر من مرة خصوصا من حكومتنا من دولتنا، احنا نطالب يعني هسه بالربوب والحساسية شلون بي دعم مساحة خضراء كل شيء يصير حلو الجو، بس احنا دولتنا يعني حتى لو تحكي ماكو. نطالب من عندهم هذا الشيء المساحات الخضراء، اني يعني والله ما تكلف هذا الشيء، ما تكلف يعني ما يكلف، يعني اللي يسوي هيك ما يسوي شيء. هاي خلصت هاي الشيء راح، هسه خلصت تراب وخلصنا احنا كلامنا، نروح لهن ودولتنا ضاله. حالات اختناق كثيرة وانفصال الطاقة الكهربائية، هذا ما خلفته العاصفة الترابية التي دخلت المحافظة وسط مطالبات مستمرة بزيادة المساحات الخضراء من أجل صد هذه العواصف. لقناة التغيير يونس الرباعي، البصرة.